أيها الحفل الكريم أطلق الستار وبدأت الأمال، ونطلب من الله التوفيق بإذن الله تعالى انطلاقة المشهور بانطلاقات مونديالية متبعة بانطلاقات الخير والعطاء. أرى الصدارة والمقدمة من هنا، الصدارة ومقدمة هذا الشوط أرى المصيبة لحربي بن سليم بن حرب العامري، هنا المنطلقة مع المركز الأول ثاني المراكز. أرى المتابعة والانطلاقة من قبل لبه أو لبيه لسلطان بن جراح لكتبي مع ثاني المراكز، ثالث المراكز شذا لبطي بن سعيد المري مع ثالث المراكز، رابع المراكز أرى الانطلاق من قبل ربشة لراشد بن محمد بن حميد العامري، وخامس المراكز هناك خامس المراكز من الجانب الأيمن محجوب رقم لدينا خامس المراكز، ولكن أعود مع الصدارة وأعود مع المقدمة والانطلاق من قبل الصدارة ومقدمة هذا الشوط أرى التي تسيطر على الصدارة والمقدمة. هناك لبيه لبيه المنادي على البعد، لبيه على مقدمة هذا الشوط، لبيه المملوكة أيضا المملوكة لسلطان بن جراح الكتبي، ولكن ثاني المراكز القدوم من قبل ثاني المراكز نصيبة وحربي بن سليم بن حربي العامري مع ثاني المراكز، ثالث المراكز أرى الانتقاء من ربشة لراشد بن محمد بن حميد العامري، وينخطف ثالث المراكز من قبل جبارة أحمد بن راشد بن سالم الغيلاني المنطلقة في هذا الشوط، ولكن رابع المراكز هنا رابع المراكز ربشة راشد بن محمد بن حميد العامري، خامسا نرى المنطلقة اختيار محمد بن سعيد الكتبي، ولكن أعود مع المقدمة والصدارة والتصدر مع لبيه لبيه، ولكن جبارة انطلقت مع أحمد بن راشد بن سالم الغيلاني، الله الغيلاني انطلقت جبارة مع الصدارة ومع المقدمة ومع انطلاقة هذا الشوط، ولكن ثاني المراكز هنا الغدوم من قبل ربشة راشد بن محمد بن حميد العامري، اللحظات الأخيرة ولحظات الحسم من جبارة، جبارة على الصدارة جبارة على المقدمة وسلالة جبار المعروفة لدى الجميع المتواجدة بدولة الإمارات، وأيضا السلامات تبعث لأحمد بن راشد بن سالم الغيلاني، وسلام يا دولة الإمارات، سلام يا دولة الإمارات، سلام يا الغيلاني وسلام يا جبارة، جبارة ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلنة الفوز والناموس المركز ربشة لراشد بن محمد بن حميد العامري ثالث المراكز، لبيه لسلطان بن جراح الكتبي رابع المراكز، رابع المراكز اختيار محمد بن سعيد الكتبي، خامس المراكز الحسينية لعلي بن سالم بن مبارك المنصوري، التهاني والتبريكات لمالك جبارة ولحظة الوصول لمعلنة الفوز والناموس، وبتوقيت زمني وغدر 3 دقائق 7 ثواني 4 أجزاء من الثانية، التهاني والتبريكات لأحمد بن راشد بن سالم الغيلاني، ثاني المراكز كان القدومي من قبل ربشة، والتوقيت الزمني 3 دقائق 9 ثواني 1 وجزء 1 من الثانية، التهاني والتبريكات لمالك ربشة راشد بن محمد بن حميد العامري، وثالث المراكز كان الوصول من قبل لبيه، والتوقيت الزمني 3 دقائق 11 ثانية 61 جزء من الثانية، التهاني والتبريكات لسلطان بن جراح الكتبي، هنا لحظات ولقطات من أحمد الحمادي أبو طلال بالفعل، ولحظات وفاصل ونوافيكم بانطلاقة الشوط القادم.